صباح خير مرة أخرى الناس الكل، صباح خير مرة أخرى سي مختار. أهلا وسهلا. سي مختار أنت من مواليد 1942. أيوة ربي فضلك لنا. يعيشك. أنت أنسيان جوار. وي. كنت ديفونسور في الكلوب سبورتيف الشيميو. وي. معناتها علاش كنت ديفونسور؟ أول حاجة تاع بون ماك تعرف كل واحد والليزابتيتود اللي عنده. بيان سور. وأنت ما بين ظفرين الجمعة هذه عرفت اللي أنت زميلتي. وأنا نتشرف بك شكون زميلة. عايشك وأنا زيد نتشرف. إن شاء الله نكون زميلتك مازالوا ما عينوناش سي مختار. هذه لازم نمشيو نستنقضيها باش نحكيو معاه باش على الأقل عملت لازمني شوية اكتفيت. لا لا توا ما عادش تمشي الاكتفيت وكنت تعيني هكا وهكا معناتها فما ليستا يتابعوا فيها باللي بروموسيون والله ما وصلوا توا الديبيو 2009 والله ما خصناش سي طارق ذياب اللي معناتها عمل خطوه كبيره ياسر في موضوع التشغيل الاساتذه الرياضه والواحد يعني ومشكور على المجهود هذا وان شاء الله يعني يقعد اكثر باش يزيد يتقدم في تشغيل اصحاب الشهادات العليا. فهمتك ان شاء الله. سي مختار انت انت شفناك 25 ans فانت كارير ووليت انترينور نتاع انا كنت نلعب الشيمينو ساعه وهنا اللي خلاني باش جو شوازي مون شومان. انا كملت خذيت الدبلوم تاعي 66 67 من الانستيتيو ناسيونال ديسبور قصر سعيد. دونك وانا لو سول جوار في الشيمينو اللي مانيش تبع الشيمينو جيتي اوبليجي دو شوازير يا اما باش نكمل جوار ونقعد في هاك البيئه نتاع الشيمينو والمتاعب نتاعها والا جو فول با مي بروب انزال. فخيرت جاريت ما كارير 26 ans 25 ans أي. 64 بعد ما لعبنا دومي فينال 64 جاريت ما كارير دو فوتبالور ونمشي دون لا كارير دونترينور دو فوتبول. فهمتك اول تجربه كانك كانت لك انترينور مع في مكنين في مكنين أي. نعم سيد هادي عطيه الله يرحمه هو اللي لقاني قاعد تحت الحيط تحت باب دارنا في نهج صبخه باب زينه قال لي مختار اش تعمل انت؟ زدت في خرجت انا قلت له هاني خذيت الشهاده هاني باش نقعد. فهمتك بطل قال لي لا تحب تمشي المكنين قلت له هات منك جات ومن بعد مشيت الكيف مشيت الكيف اي بعد مكرين اي عندك اللعب الكل عندك عندي الدنيا الكل عندك وبعد رجعت الكيف اي مختار انت مسمينك انا 30 مشيت للسعوديه دايما ما عندي مشيت للسعوديه 69 71 في السعوديه 69 71 اوكي هذايا ما عنديش سي مختار انت معناتها مسمينك لو شامبيون دو لا ديفيزيون 3 تونيزيان في الفوتبولور انت عاجبك اللقب هذا ولا لو شامبيون دو لا ديفيزيون 3 اي في معناتها كوم انترينور ما عنديش انا في ديفيزيون 3 ديفيزيون 3 عندك المكنين لا هذيك في البريمير اول كارير نتاعي اي شفناك حتى بعد ليكيب ناسيونال رجعت لهم زاد زيد انا اول كارير نتاعي جي شوازي انا من الاول جي شوازي اما نعمل اونترينور دي جون ونقعد مع الصغار ونتخبى ما نظهرش والا جو فوا مازال نمشي للتوازيام ديفيزيون الكاتريام ديفيزيون نبدا من الاول باش جاكير ليكسبيريونس برشا تسميت سي مختار سحار العميد برشا تسميت موت الظروف صحيح خويا زيد اي علاش كل وقت يسميوك فيه اسم علاش سي مختار؟ خاطر الظرف الظرف مثلا السحار علاش خاطر سي ابي 2007 2008 معجزه هذيا معجزه ف ديجا احمد القاوي الله يرحمه بالخير سي احمد القاوي يخطي قالوا مختار تيلي قال لهم لا سحار انا مش سحار انت رجعت سي مختار عام 2007 منعت سي ابي وربحت ليتوال في سوسه في سوسه اي فما برشا قالوا هكا اللغه المضروبه كلها هذيك لا شوف والله توفات اللي فات ساعة أول حاجة سي ابي أنا أون 1982 منعتها من الطياح وهزينا الكوب دو تونيزي ويعود التاريخ نفسه اون 2007 2008 منعتها من الطياح لكن والله العظيم والله العظيم والله العظيم لا فما ماتش تركي ولا فما ماتش فيه حتى ريحه التركاج اما لي زانترفيو اللي صاروا سور تيران تركي ما هو لي زانترفيو شفناك لابس ماريو ليتوال وتشكر في ليتوال وتشكر في ليتوال وهذيك مصيبتي الكبرى وتشكر في معز دريس صاحبي ياسر معز دريس ونحبوا ياسر معز دريس وانا سبونتيست وما نحيش خشمي من وجهي وكيما الناس كلوبيستيه مرحبا بهم
انت وي والله نحب لك لي هذا احرز اللي انشق لابس لابس المريون احمر وابيض صحيح محوي ما على خاطر انا خدمت في الكلوب اي خدمت راني تنقول لك عندي الدنيا الكل هنا انا عجبوني حوايجك على الاخر يعيشك يعيشك شكون اختارهم لك حوايجك اختارهم لك بنتي انا بنتي ستيليست موديليست كيما ماما حتى انا ديما نختار ماما حوايجها يا مرحبا يعطيك الصحة سي مختار باش نرجعك للتجربة عام 1988 كي رانيت ليكيب ناسيونال علاش كانت تجربة قصيرة برشا؟ عام تجربة عام ديجا تجاربك الكل قصار برشا سي مختار كي تدخل الجمعية باش راني تحس في أول كاريير نتاعي مش ما كانش قصار فهمتك في أول كاريير نتاعي كنت ديما نقعد بالعامين ثلاثة مثلا في الترجي نقولها ونعاودها لو سول اونتينور في تونس اللي قعد ثلاثة سنين دون انقطاع في الترجي سي مختار أنت ما رانيتش سينيور في الترجي لا سينيور أنا في حياتي ما رانيتش صغار ورانيت أون سول سيزون ديفيزيون دو فهمت يعني بعد 74 بيان سور خاطر قبل 74 أنا نعتبر هذيك الفترة تاع التجربة نتاعي يلزمني جو باس باغتو فهمتك فهمت اما من 74 ملي بديت في الناسيونال ما رانيتش حتى جمعيه ديفيزيون 2 اي وما رانيتش صغار بالكل دونك ما رانيت كان لي سينيور السينيور رانيت ثلاث سنين ليسبيرونس لو كلوب افريكا عامين حمام لنف عامين غالوي اربع سنين سي ا بي دو فوا عام وعام يعني جاي باسي بوكو عندك بيجا وجربه وجربه هذوما كلهم عاد بالنسبه للترجي يعني خدمت معاه ثلاث سنين متتاليه بدون انقطاع عملنا دو كوب اي عملنا دو كوب هزينا دو كوب اي وسابي اون كوب وباجا اون كوب يعني بون ليكيب ناسيونال نرجع لك ليكيب ناسيونال اي ليكيب ناسيونال قعدت عام انا من الناس يعرفوني انا خدمت مع شخصيات كبار في البلاد في عهد بوقيبه ما نقبلش شكون يمشي على ساقيه مهما كان الشخص انا احترامهم هما يحترموني اي معروف انت بالفرانشيز نتاعك وكلمتك تقولها جو سوي ان بو كاسان يعني ايه. على قد ماني شهلول وخفيف ونضحك ونلعب ايه. حتى مع الملاعبيه مع اصحابي مع كل شيء على قد ماني كاسان في الخدمه وعلى قد ماني ديسيبليني في الخدمه اذا جو نادمي ا بيرسون باش يدخل فيا يعطيني رايو انا اذا نجحت في حياتي في كاريري 45 سنه سو لي تيران علاش خاطر نسمع تاخذ راي العباد ناخذ راي العباد مانيش انا ربكم الاعلى انا نعرف كل شيء جو دو تيان لا فيريتي سي با فري سا ما نجمش واحد ما يسمعش راي الناس ما نجمش هذوما لي كومبليكسي اللي عندهم نقص في حياتهم في نفسهم في تكوينهم في كل شيء اللي معهم ولا عملوا شهاده في حياتهم معهم ولا عملوا امتحان وقفوا قدام جوري هذوما كلهم معقدين انا لا انا دي فوا مسؤولين يقول لي سي مختار ينبر عليا فهمت بقى نسمعوا فهمت. إذا تصلح لي نعملها إذا ما تصلحش ما نعملهاش نقد بناء اللي تقبلوا معنا كان النقد لا ونسمع أصحابي أصحابي نسمعهم علاش لا أنت صاحبتي إذا كنت تقول لي كلمة وتعطيني رأي أنا سنقول أنا وليد راني أنا وليد سي مختار كما نعرفوك سيليكسيونور نتاع ليكيب ناسيونال كيفاش تشوف ليكيب ناسيونال اللي رانيتها قبل الفرق معناتها وبين توا ولادنا توا في الكورة En valeur intrinsèque, en valeur de joueur. La l'amoukana bin muntakhab li ranitou ana am 88 89 li semi kbar waqta semi kbar yes bin lmlaabiya nta lmuntakhab lhali waqt talqa Tan Khdiab Nabil Mahloul Khaled Ben Yahya Tigana Lwahchi smo Jbali shkoun Labdelli Imam الهنقال الحسومي هذوما يفجعوا يخوفوا حتى كي تقعد في وسطهم كما تكونش عندك كاريزما قويه وعندك شخصيه قويه وعندك امكانيات ما تنجمش تبقى تبوزي في, في في وسطهم هذوما وكانوا وكلهم دي مانور وكلهم دي كابيتان في ليزيكيب تاعهم اش فكنا من طارق ذياب ونبيل معلول وخالد بن يحيى في الاسبيرونس اش باش فكنا منهم هذوما يعني بو فو دير دونك الفالور نتاع ملعبيه كبيره ياسر لكن وقتها ما كانتش فما امكانيات كان الملاعب وقتها ياخذ في 5 دولارات بار جو ان جون بوش الو كي توا ياخذ في 120 دولار بار جو الملاعبي وتوا شنو رايك في الملاعبيه تاع ليكيب ناسيونال تو ليكيب ناسيونال تاعنا نيو لوك ساعه والحاجه متكونه من وليدات يعني متكونين على قاعده صحيحه اللي شفناهم ناخذوا ليكيب الاخرانيه تاع البارح
هذه يعني اشتغل لا سيليكسيون على انه هي اساس تكون لا سيليكسيون تكون اول حاجه على لا فالور تكنيك لا فالور مورال اساسي جدا الى فالور كوليكتيف وتكتيك دو جروب باش ينجم المدرب ينجم يخدم معاهم وينجم يكومونيك معاهم وينجم يلو انكولك اللي يحب يوصله لهم ويفهموه. اذا كان ما تكونوش هذوما العناصر متوفره طبعا هو يبدا في جهه والملاعبيه تبدا في جهه. والحق يعني الحق يقال يعني سامي قاعد تكون سامي ترابلسي سامي ترابلسي تكون بدا نوفيس ما عنده حتى اكسبيريونس بشويه بشويه بار لو طون تكون تحصل على نتائج باهيه قاعد يعمل في خدمه باهيه فودي لا فينيتي ولو برشا ناس تو يغزون يقولوا شبيه مختلط لي دار الحياصه وموجي ماحي على الرياح لا لا سي با فري انا من الناس اللي وقت اللي تخطا نقول لك اخطات وقت اللي تصيب نقول لك اصبتها. فسامي قاعد يفي دي بون ترافاي قاعد يساميليور قاعد لو جروب نحسوا فيه يساميليور يا با دي ريزون بور نو با لو ميرسي الشخص هذا ونخفوا معاه ونشدوا على يديه. سي مختار في ليكيبات الكبار الكل ليسبيرونس الكلوب شوف معناتها شفناك رانيتهم الكل كان ليتوال كان ليتوال علاش يا حبيبي يا ليتوال حبيبي على الزمن حبيبي على الزمن يا دعوب علاش ليتوال شوف انا وقت رانيت رانيت ليسبيرونس 78 حتى 81 جوست ابري مشيت للكلوب وقتها ما قبلوهاش الكلوبيستيه الله يذكره بالخير عز وجل قال لهم شبيني باش نعطيه بنتي انا ولا باش نعمل معاه شريكه قالوا جايب لنا سبيرونتيست قال لهم لا انا باش ناخذ انسان باش يخدم سيل يرومبلي لي كونديسيون اي سون كونتا يقعد سيل يرومبلي با يمشي على روحه وكان هكاك قعدت عامين في الكلوب ثم انا من هالوي نمشي للسي اس اس يفو الفير في العوام هذيك العباد روسها مهبطه وقتها ما فماش سبيرونس سبيرونس كلوب ايتوال سي اس اس هالوي ما يخدموش بعضهم انا جي في سلا في ليتوال انا سبيرونتيست و تو الموند لو سي لكن سانا ريان افوا في خدمتي ديجا شفناك لابس كشكول ايتوال عادي جدا عادي وقت يلزم نلبس الكشكول نتاع لا فرانس نلبس الكشكول نتاع لا فرانس ما يسالش مش مشكل لكن ما ندخلش الخدمه في الـ في, الـ في الانتماءات فهمتك هما دخلوها وولد الحلال وقتها يا فما الصحفي الله الله يسامحه الله يسامحه الصحفي هذايا قلت انا ما انا سالني سؤال قال لي علاش ما تانيش لتوال قلت له ما تانيش لتوال على خاطر فيها شتال وحباشه وكريمو وسميت له اسامي تاع ممانين اللي هما قبلي نجموا يكونوا في لتوال ولاد الجمعيه معناتها انت قلت له هذوكم اولى باش نقول انا ولاد الجمعيه على خاطر اش يكتب هو في الصحافه في الجريده اون جروب انا لن ادرب النجم واحنا التوانسه من عام 75 الى يومنا هذا 2012 التونسي ما يقرا كان العنوان اي وما يقراش الدخلاني اي ما بلان يعملوا عنا انا جمعه عدات جمعه عدات فما وليد في جريده الله يسامحهم جريد جدد هذوما خبلوا لنا عينينا جريد جدد هذوما جاني يسالني قال لي هذه الاسبيرونس كي خرجت مع السابي عفا ولا شنو قلت له عفا والاسبيرونس الاولى بامكانها باش تواصل المشوار نتاعها في البطوله شي حط تيتا الترجي سيفوز بالبطولة رغم ألف البنزاتية يعجبكش فين تلقاني وأنا مع علاقتي الممتازة المميزة مع البنزاتية يعني رصادي نعم في ديزوات انترفيو باش كذبت الشخص هذاك اللي ماهوش صحيح سي مختار زعما شكون باش يهز الشامبيونا السنة اسبيرونس ولا نادي البنزاتي حسب التكهنات نتاعك ماك ديما تتكهن بالنتائج خلق. أنا نتكهن 50-50 50-50 قول لنا قول لنا هنا التوانسه ما يفهموش التكهنات كان نقول السابيت ولا سبونتيتي سبوني كان نقول السبونتيتي سبوني بيك يبداو يكوروا ضد بعضهم قلبك مع شكون؟ مع الاسبيرونس مع الاسبيرونس توا خاطر نوتا اي خاطر توا نوتا خاطر فراج انا مواطن عادي اما كان نبدا نخدم مع ليكيب اللي توكل في ولادي في الخبز. سي مختار شكون لونترينور التونسي اللي تشوفه توا عنده شعله ينجم يعديها الجوارات معناتها عنده ما يقول في روحه. نبيل معلول. نبيل معلول. لو سول. لو سول علاش؟ خاطر نبيل معلول إلى ديمونتري سي بروف إلى عنده كاريزما محترمه، عنده تكوين محترم. بدا كما كل المدربين الشبان بدا بإخفاقات ثم تكون ثم
تحسن ثم تحصل على نتائج إيجابية جدا جدا جدا. فهو الوحيد الوقت الحاضر ينجم يوصل يكوميونيك وساعة عنده قوة كبيرة يكوميونيك بيان. والباساج نتاعو في الجزيرة زاد إن شاء الله يرجع ليكيبات التونسية ميلا باش ما نخسروش. لا إن شاء الله لا يظهر لي رجع يظهر لي توا رجع. تكاونت سي مختار سي مختار حسيناك بعد ما شاد سي طارق ذيب وزير شباب ورياضة حسيناك معناتها مش حسيناك فما عباد ميساج حسوني ميساج فما عباد كل القلب قول هات فما عباد قالوا لي أنت ماذا بيك كان تشد منصب إداري سياسي. لا لا شوف ساعه اول حاجه طارق ذياب دربته في الترجي ودربته في المنتخب وعلاقتي معه طيبه جدا 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 لكن الله يسامح ولاد الحلال كالعاده ولاد الحلال ديما يدوروا في كل البقعة هذوك موجودين عموه وعموني زاد في ديرتي زاد وهو ما كحش وانا ما كحتش لكن في اخر الامر رجعنا لبعضنا فما حتى مشكل. طارق ذياب تسمى وزير النجم تسمى مستشار ما نحبش وزير مستشار في الكوى بس هاكا سي مختار تليلي انا قنوع نحترم نفسي نقعد في الكادر سي مختار تليلي هاكا يعرض خدماته في والله وعدوني والله انت تو جبت موضوع والله وعدني مكتب الجامعي الحالي هذايا وعدوني باش وقت اللي ينتخبوا ويكونوا هما على راس الاتحاد التونسي يكون تقدم باش يعطوني منصب من القبيل هذا لكن الرياح تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن كل واحد يقول الوزير متعرض له والاخر يقول نوع اخر وانا قعدت في وسطهم واللي فيه الخير ربي سهل فيه. اما انت مع سيد الوزير معناتها في علاقه طيبه وعشره قديمه. العشره قديمه أيه. سنتها فجاء شويه اصحاب أيه. وشويه عد وشويه حجر هبط ومن بعد تعدى السحاب زوقت السمش توا وكل شيء لاباس. سي مختار توا باش تسمع معايا اكستري نتاع بيرسوناج حبك برشا وحكي عليك برشا. باهي. سي المخرج. فمشي مخرج معايا كل فجر مخسر بيخونا وطولها هزوها همها مرفوها خمسة تسوها ميروها يا حمادة ولا تغني بنفسك بعد البحر يا ودي لو كان محلول والله سمعونا عاود مليون ليه بالله مختار صار سمعوني أعزائي المستمعين كان سمعتوني سامحوني رام غلطوني ثلاثة نواع كرة القدم والعمود الفقهي ونعجبك سيدي خويا أهلا وسهلا بكم في الحمد الرياض. يا حمادة جميلة منك هكذا تولي صلحتها يلا نبدأ بالخبار الأولاني في الحمد الرياضي. نعم كما قال مختار سيدي خويا نبدأ بالخبار الأولاني في الحمد الرياضي ولو الحمد الرياضي ما عاش باش يطول سيدي خويا خاطر البطولة وفيت أما مش حلويس حلويس ميقالو هذي ميقالو 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 مغروم بيك مغروم بيا و لا شوف ما تعرف أنتم صحفيين بصفة عامة والوسائل الإعلام بصفة خاصة وين تلقاو اللي ينبحكم واللي يعطيكم دوديسيون أكثر تستغلوه. بابا شكر روحك يا سي مختار قاعد بعض سنقور من بعدي عاني هك عملي هك عملي بارك الله خمسة وخميس قلت لك أنا في فلسطين أنا في فلسطين قمت شو حد ما يطلبني خذ واحد صحفي قال لي توا هكا يعجبك سي مختار توا هذا الوليد الصغير هذا الجديد هذا قاعد يشوه لك في صورتك شنو قلت له؟ قال لي هذا ما قالوا جديد طلع جديد هذا هو يخدم بيك شنو هو ويقلد فيك وكلام عماني ولو انا مش سيد عمان ما عماني هو عماني شويه هات انا هيك فيه قلت له وانا بالنوم باللخبطه هات انا هيك فيه هات انا اعمل له هات اقدم به هات انا ارخي عليه هذاك يا اخي هو بعد نهار طلبني هو ميقال قال لي سي مختار شحال اهلا وسهلا وانا فايق هذا في قوى الكلها موجوده قال لي سي مختار سمعت بكم تغش قلت له كيفاش تعمل لك قال لي شنو قال لي ما تحبش احنا كل يوم نتكلموا عليك والشعب التونسي اللي اي ما تراش لي ميقالو كان فضل اللي التوانسه ما تنحاش من اذهانهم شوف التونسي يحب ما ينساوكش التونسي يحب الضحكه ويحب النكته
وما يحبش الغمه وخاصه وقت يقوم النوم يبدا ماشي للخدمه ولا يبدا القاعده يحب الضحكه ويحب التفليكه ويحب الابتسامه وميقالوا وخمسه والخميس عليه وفريمون يعني قوه كبيره ياسر اختار شخصيه جديده في النص ساعات تغلط في روحك اللي تقول انا شنو حكيته مع غرابو هذه هو بس ركز فيها ورسخ فيها الحصه نتاعو اما هو من الاول كان يقول انا كان يستعمل كلمه انا ما نقولهاش انتشتش كي الحوته فهمت يا اخي قلت له لا انا بعمل نستعملها الكلمه هذه يا اخي هو لقى غرغر تونس كلها توا كلها غرغر ربي فضلك سي مختار توا باش نتعداو مع بعضنا الروبريك اوروسكوب مغروم انت بالابراج اي بيان سور نتعداو مع بعضنا الروبريك اوروسكوب وتوا تعدينا من بعضنا الغوبريك أوروسكوب سي مختار باش تعاوني شوية في الأبراج اليوم الأوروسكوب اخترت لهم كل برج باش نجبد له ورقة تاغو ما عنديش تاو تاغو جبتها في الكوليس الحمل كي جبت له الورقة تاغو خرجت لي رمز القوة لا فورس اليوم الحمل بيلي شنو رأيك في البيلي؟ أنا قوي ونحب القويين أنت بيلي؟ لا أنا بالانس مونكو بالانس جو سوي لوم دي كومبرومي مش حتى كلام نتعداو البرج التاغو الورقه التاغو اليوم قالت نجاح لا ريوسيتي مختار شنو قالك في برج التاغو انا نتمنى باش اليوم في اللي يعدي امتحان اللي يمشي يقصد باش يدبر خدمه اللي باش يعانس اليوم هو بدا الباك ديجا نتمناو ان شاء الله نتمناو الابراج كل النجاح والتركيز في الامتحانات نتعداو البرج الجيمو اللي هو النجمه ان شاء الله اليوم باش تعدى هاك الوحده قدام الشمس غدوة الصباح يعني اليوم حتى نص الليل ان شاء الله يقوموا التوانسه كل تحضر في اللاك باش تشوف المنظر هذاك ان شاء الله نتعداو البرج الكونسير سرطان الورقه التاغو اليوم عبرت لهم على الذكاء الانتليجونس هو مش اليوم بانكا التونسي ديما ذكي اما ساعات يستعمل الذكاء نتاعو اكثر من اللازم يولي مخو يتعب يولي ضمو برج ليون اليوم الورقه نتاعو تقول له عند نقص في التحكم اسد عنده نقص في التحكم خاطر هو مساس ديما الاسد هو يحكم اما وقت يكبر اليوم كبر يظن اليوم الواحد نتاعو اليوم طاح معها واحده نتعداو البرج العذراء الورقه التاغو قالت له اليوم انت حيوي ديناميك برشا ان شاء الله يواصل اليوم وغدوه وكما كان انت مغروم بهم الابراج ما تفهمش برشا ما تتبعهمش ما تتبعهمش اساسا مخدم الناس ما كان البالانس داكور وصلنا لبرج البالانس ورقه تاغو اليوم تقول لك تبع شويه قلبك تبع شنو يقول لك قلبك كان يقول لي قلبي نغاق تبع مخي قبل قلبي كنت في السابق نتبع قلبي تو ما تبعش قلبي تو تبع مخك مخي باهي اوكي نتعداو برج العقرب ورقة التاغو اليوم ترمز له بالعدالة لا جوستيس اليوم احنا في طنبك العدالة الانتقالية وان شاء الله طالع خير على التوانسة الكل حسيتك بشد منصب سياسي ان شاء الله فات الفوت لا فاتكم القطار نتعداو البرج القوس ساجيتير اليوم ورقه التاغو هبه ووقار التونسي عنده الهبه انا عندي هبه وقار الشعب التونسي كله عنده الوقار وان شاء الله نستمر وان شاء الله كل واحد يعمل اللي يحب عليه ان شاء الله نتعداو برج الجدي اللي ورقه التاغو اليوم ترمز له بالقمره مشاع كما القمره القمره ديما تضوي ديما ضاويه وان شاء الله القمر ضاوي على الشعب التونسي وتضوي عليه شويه باش ندبر خديمه ان شاء الله بين تعديو البرج الدلو اللي هو زاد يشع كما القمره وطلعت له ورقه اخرى اللي هي الحكم اليوم مش يحكموا عليه برج الدلو نحب نكون اليوم دلو اليوم برج الدلو باش نحكم على شكون باش تحكم برجي دلو نموت في الدلو هذا قولنا على شكون باش تحكم وعلى شنو باش تحكم نحكم اي الاحتراف النحيه من تونس المصيبه الكبرى تاع نتعداو لاخر برج اللي هو برج الحوت اللي طلعوا له زاده دو كارت اللي هو الشمس وعجله الثروات
الشمس ديما ضاويه ديما موجوده اليوم وغدوه وبعد غدوه وقبل، والسماوات ان شاء الله يجي. نعم ان شاء الله نمسح هكا الفانوس ويخرج لنا الذهب. ميرسي بوكو سي مختار اللي جيت بحذانا وقبلت الانفيتاسيون تاعنا، شرفتنا وعملنا ضحكه صباحيه. عايشك هاني، عايشك نجوى، عايشك الكل، وان شاء الله كنت خفيف عليكم وان شاء الله. لا خفيف وبيك عايشك وهنيئا لقناتكم الجديده هذه الفتيه، وان شاء الله يعني في اقرب الاوقات تولي تبث على طول يزينا من بث تجريبي. عايشك سي مختار، وان شاء الله مره جايه نستدعاك اوتونك مستشار ولا وقت عاد نجيكم بالكرافات. ميرسي بوكو سي مختار، بسلامه وربي يفضلك اللي حضرت بحذانا. وتوا نتعداو مع بعضنا الروبريك نجوى روبورتاج، نشوفوا شنو حضرت.